صديقاتي أصدقائي الكرام، يمكن ما تتفاجأوا بكل ما حابب أقوله، أنه يمكن أنا أسعد إنسان بالعالم لسبب كتير بسيط، على قدر ما الله موفقني بعائلة كريمة، بلا ضرر بعائلاتكم جميعا، على قدر ما الله موفقني بعائلي، عائلتي الكبيرة اللي هي أنتم صديقاتي أصدقائي. وساعدتي أكثر وأكثر أنه من عام 2015 تاريخ إصدار كتابي فريد الأطرش العالمي نبغة عصري، واللي أخذ مني 20 سنة جهد بال410 صفحات اللي فيه، وكان بكل تواضع أول كتاب يسلط على كلمة العالمي، وكانت عواصف بالأول استقبلته أنه أوكي نابغة مزبوط، مبدع مزبوط، عبقري مزبوط، بس العالمي يا أحمدي من أين جبت لنا إياها؟ وكانت سلسلة لقاءات وخاصة في مصر الحضارة، القاهرة حاضنة العرب، عاصمة العواصم، عاصمة الفن، واللي احتضنت كل الناس الطيبة اللي بتحب الثقافة والفن الراقي. كان لي الشرف يمكن حتى مرتين ثلاثة، بس أنا حابب هالشريط يكون وثائقي بكل معنى الكلمة للتاريخ. وكانت مناقشات مريرة وحلوة وحوار يرتقي ويرتقي ويرتقي، وكان هناك اقتناع. بس بعد شو؟ بعد 7 مناسبات خلال 4 سنين أو 5 سنين، حتى ضلني دايما دقيق، من ضمنهم مثل ما قلنا 4 مناسبات، 2 بأوبرا القاهرة، 1 أوبرا اسكندرية، 1 أوبرا دمنهور، ودار الكتب في القاهرة، وقاعة سوزان مبارك مصر الجديدة، والقصر السناري في سيدة زينب. هذا على مدار 4-5 سنين. وكانت نتيجتها بشكل أو بآخر من خلال 165 شخصية عالمية ومناسبة عالمية، من طوكيو في الشرق حتى نيويورك في أقصى شمال أمريكا، حتى تشيلي في أقصى جنوب أمريكا، وصلنا إلى أفريقيا، وصلنا إلى أوروبا. هناك 165 شخصية كان في له علاقة مع فريد، ومع قصص فريد، ومع إمكانيات فريد، ومع فن فريد، ومن ضمنهم 72 حدث عالمي بطلهم فريد الأطرش، وكل هذا موثق بالكتاب. وهون من باب بكل محبة بقولها، مش على سبيل الاستعراض، من باب تطوير وضع القناة، اللي الشرف إنه رح يكون عندي هاي المحاولة الأولى بإذن الله، اللي ستقرن بمونتاج يعطي حيوية لطريقة التقديم. وأنا أعتذر عن كل خطأ حصل بالماضي، بس مثل ما قلنا أنا سعيد كتير اللي وهج فريد وعالمية فريد هي مجال لمناقشة كل الناس، وخاصة أنه عطينا الموضوع مصداقية كاملة مدعمة بالعلم ثم العلم ثم العلم. وبحكم أني كنت موجود بنيس جنوب فرنسا 5 سنين، وبإيطاليا نص حياتي بأوروبا، تعلمت شغلي أنه كل شيء بده يحكي الإنسان له أهميته مفروض أن يقرن بالزمان وبالمكان وبالدوكيومو وبالمستندات والوثائق، ولا يفقد مصداقيته. وهكذا كان بالنسبة لعالمية فريد الأطرش والأحداث اللي رافقتها. شهادات بدي أقرأها قراءة هلق، إن شاء الله ما تكون ممل لكم، لأنه حفاظا على الذي قاله الآخرون بحق فريد، سواء كانوا أجانب أم عرب. وهالشي مكتوب عندي بالصفحة 82 من كتابي فريد الأطرش العالمي نبغة عصري، والصفحة 83 والصفحة 84، وهي على الشكل التالي: شهادات عربية وعالمية بالموسيقار فريد الأطرش.
محمد عبد الوهاب بيقول لا يستطيع أن يتصدى مؤرخ، بقرأ قراءة، مؤرخ لتاريخ النهضة الموسيقية في هذه الفترة من عمر الزمن دون أن يقف طويلاً أمام فريد الأطرش كرائد من الرواد الأوائل وعلم من أعلام اللحن والغناء لم يحد يوماً من فئة العرب من فنه العربي الأصيل. أم كلثوم بتقول إن فريد اسم على مسمى، كان وسيظل درة في تاريخ الغناء العربي من خلال ما أعطى وما أكثر ما أعطى. ثلاثة، بليغ حمدي بيقول حرفيا كاذب من يقول في جميع المراحل التي فاتت من أكبر موسيقي إلى أصغر موسيقي أنه لم يتأثر بفن فريد الأطرش الشعبي، واتجاهاته لقد تأثر بموسيقاه جميع من يعملون في مجال الفن. أنطوان البارودي الناقد الرائع وكان الرائد في مجلة الشبكي وكان مرجعية فنية رائعة بيقول مما لا شك فيه أن الموسيقار الكبير فريد الأطرش طور الموسيقى الشرقية وساهم في تطوير الإيقاع والميلودي خلال 40 سنة ماضية. من منا كان يتوقع أن يضع فنان عربي لحنا مثل ليالي الأنس في فيينا في العهد الذي ظهرت فيه هذه الأغنية؟ هذا اللحن خلد فريد الأطرش وخلد أسمهان وخلد الفالس العربي. هذا في مجلة الشبكي ب6/1/1975 بعد ما توفي المرحوم فريد بسنة. فرانك سيناترا كمان كتار، أنا سعيد جدا كل المواقع حطتهم هذي بس لم أجد موقعا واحدا قبل ما نزل كتابي، وشي بفرحني أنه وصل لكل المواقع الخاصة بفريد الأطرش، ولكن هذه الصفحات 82 و83 و84 بكتابي اللي الشرف أنه انتشروا على كل المواقع، مش سائل إذا كان بناء لكتاب محمود أحمدية أو لا، المهم أنه الانتشار رائع. بس حلو كتير بالمستقبل أنا إذا بدي أحط شيء حط على لسان حدا اللي قيله. فرانك سيناترا يقول هرم العرب الموسيقي وبكل مقاييس فريد الأطرش، وهذا الشيء اللي شفتوه بكثير مواقع نقلا عن كتابي بكل تواضع ب2015، وهذا شرف لي وانا فرحة كبيرة انه طال محبي فريد اكبر شريحة بالعالم تنقل ما تريد. إلتون جون احد المسؤولين الكبار في فريق البيتلز العالمي البريطاني بيقول لا موسيقى تقربنا إليكم إلا موسيقى فريد الأطرش، وهو معروف أنه بول ماكارتني قال أنه استعملوا بريفوليوشن 9، اتكلوا على جورج مارتن واتكلوا على بيتهوفن بكاروز ستريتس واتكلوا على أول همسة للموسيقار العربي فريد الأطرش. مايا كازابيانكا بتقول روح الشرق وعبيره ونسيمه فريد الأطرش. إلفيس بريسلي بيقول لم أكن أعرف أن العرب باستطاعتهم أن يضاهون في العالمية إلا حينما سمعت مستر أطرش. شارل أزنافور يقول حرفيا لو عاش بيننا لقضى علينا، وهو مشهور عنه شارل أزنافور أنه بمؤتمر الصحفي أمام 300 صحافي في القاهرة مش من كتير من 10 سنين يقول حرفيا بحب عبد الوهاب بحب عبد الحليم، ولكن معروف عني معشوقي هو عبقرية الموسيقار فريد الأطرش. خوليو غلازياس بيقول صوت ساحر لا يبلى. أوريكو ماسياس اللي غني له لفريد بيقول عبقري وعالمي لا عربي فقط. دكتور جابر البلتاجي أستاذ الغناء الأوبرالي بأكاديمية الفنون في القاهرة بيقول حرفيا فريد أسس مدرسة خاصة في الألحان
له أسلوبه الخاص، كل واحد من الكبار له لون، له أسلوب يميزه عن البقية ويعرف به، وهذا منتهى ما يتمنى أي فنان في العالم. عفواً. الناقدة الفنية ماجدة موريس تقول فريد شخصية فذة، كملحن كبير وكصوت وكحضور إبداعي في الحفلات وجمهور الحفلات والتفاعل معه ومع عوده، هو الوحيد الذي بقي على المسرح 50 عاما حتى الله يرحمه عفوا توفاه الله، يعني آخر حفلة بعرف قبل 74 قبل 4 شهور من رحيله، كانت بعلي تحت الشتاء. سلمان البدعيش مدرب فرق الكورال الشعبي في سوريا والجزائر بيقول نحن أمام موهبة موسيقية ذات شرقية أصيلة، فإذا كان داود حسني ومحمد عبد الوهاب وزكريا أحمد يضعون الألحان الشرقية التي شق فنان الشعب السيد درويش الطريق إليها، فإن فريد الأطرش جاء لينفرد بلون يجمع فيه إلى شرقية مصر، شرقية الأقطار العربية جمعاء. جورج إبراهيم خوري رئيس تحرير مجلة الشبكة يقول حرفياً للصحفية والكاتبة والأديبة منى قيس صديقتنا وأختنا، بيقول أعترف بعد أعوام من باب التمحيص والأنتويسيون وعلم الميديتيشن بأن الأول في الشرق الأوسط فريد والثاني عبد الوهاب، وهذا كلام موثق بكتاب وأمام عائلته. عميد المسرح يوسف وهبي بيقول فريد الأطرش بلغ القمة لأنه أحب فنه وتفانى فيه وقدسه، إنه فنان نعتز به، تعتز به العروبة وتعتز به مصر. الموسيقار وليد غلمي مدير الكونسيرفاتوار بيقول فريد الأطرش هو الأبرز بين معاصريه في إمكانيات ترجمة أعماله الغنائية لكي تعزف أوركستراليا. وأخيرا اثنين بعد عندي، الكاتب الجزائري عيسى بوقانون قال في كتاب هلا حدرج ملك العود فريد الأطرش وأسمهان بيقول يعد الفنان فريد الأطرش الفنان العربي الوحيد الذي حصل على وسام الخلود الفني الفرنسي الذي منح قبله الاثنين فقط من عباقرة الموسيقى في العالم هما شوبان وبيتهوفن، حيث اعتبرت الجهة المانحة في باريس أن فريد الأطرش هو صاحب أول كونشيرتو منفرد للبيانو في العالم، أول كونشيرتو منفرد للبيانو مش العود في العالم. الموسيقار العراقي جميل بشير قال في دراسة نادرة فريد الأطرش حامل لواء الأغنية الشعبية العربية، وما تركه فريد يبقى شاهدا على ثراء الآفاق الروحية لهذا الفنان العظيم، حيث تلونت موسيقاه بالنضارة والبهجة. وهون بدي أقول لي الشرف أنه أول من سلط الضوء على التكريم ودعوة التكريم التابعة لمنظمة اليونسكو الدولية لشؤون الثقافة والفنون عندما دعت العالم في 2015 إلى تكريم 3 فنانين، وهدي عيدها المرة 1000 حتى هالأجيال الجديدة ما تنساها، 3 فنانين في هذا العالم دعت العالم أجمع لتكريمه بمناسبة مئوياتهم الأولى، وهم فرانك سيناترا الأمريكي، إديت بياف الفرنسي، وفريد الأطرش العربي. وللشرف قول أنه من خلال كتابي، وهون كلكم تعرفوا أنه العنوان تحت مكتوب عملاق من 3 عمالقة، هذا بالعنوان الرئيسي لكتابي، عملاق من 3 عالميين اختارتهم منظمة اليونسكو الدولية للاحتفال بمئياتهم الأولى عام 2015. أنا بسأل كل الذين يشككون تكفيني يطلعوا من تكفيني هاي الشهادة، هاي أكثر من كافي لنوضع فريد في كوكب آخر، كوكب آخر. والمأساة، كل المأساة هي في شغلي، إنه
على طريقة النعامي، أنا مع بعمم ولكن عند دوي الغاية، لأن الشيء الوحيد اللي بيغلب العقل هو الغاية. على طريقة النعامي الكل شايفينه وهي عاملة حالة مش شايفة شيء إلا الرمل المكبيلة. في واقع على الأرض، في واقع على الأرض، في أحداث حرام ثم حرام ثم حرام على مطلق أي مناسبة إنه ما ينذكر فريد الأطرش إن أحببته أو لم تحبه. ما في حد إنه في يطلع من بيتهوفن، إذا ما بيحبوا بيتهوفن يمكن يحب بلغ شوبان عم بسمعه، بس ما في يجيب لما يجيب سيرة الموسيقى الكلاسيكية ما يجيب سيرة بيتهوفن، لأنه ترك بصمته على ملايين العالم، واحتراماً لملايين بتحب فريد الأطرش على مستوى العالم العربي بشكل عام والعالم كله بشكل عام، العالم كله بشكل خاص العالم العربي، من الواجب احترام هؤلاء الناس. شغلي أخيري بدي أقولها اللي عم تسمعوها حالياً، بتمنى كل إنسان يعشق الموسيقى ويحاول يقابلها بأغنية لأحد الكبار، ورح يشوف انه هي مقدمة لأغنية غنوها ثلاثة وبلأت كل الأسماع وذلك الزمن، ولم يأتي أحد على سيرة شوبان، والبداية تبعها عن قصد حطيطة اللي هي بداية لتلك الأغنية، وأتفق بذلك. آخر شيء بدي انهي نشيد، أحد النشيد كتير مهم، جمع سبع فنانين وفنانات، نتفاجأ إنه هذا النشيد هو استنساخ لأغنية الأطفال فرير جاك فرير جاك دورميفو دورميفو. جيبوا هودي وحطوها على نشيد جمع أساطين الأغاني العربية، بس نحن بكل أسف جزء كبير منا بتمشي غايته. فريد ما بيعمل لايك، فريد حتى بالحقل الوطني مطلق أي أغنية خلينا يسمونها أغنية اتخذت أو استنسخت. بكل أسف هذا النشيد العربي الجمع سبع فنانين كبار هو النشيد أخذ من نشيد من أغنية الأطفال فرير جاك. يعني اللي يعني كل شيء بقدر بقول أنا حكيت اللي يملي علي ضميري، والحمد لله إن شاء الله يا رب هالفيديو يعجبكم، وبطريقته إن شاء الله نعمل كل جهد أكون جديدة، إذا مش طريق جديد هذا الفيديو بيكون فيديو قادم. المهم إنه بعتبره هذا الفيديو هذه الحلقة توثيقية بامتياز لمجالات عديدة سميناها وتفرد بها فريد. المأساة إنه في كتير مواقع تتجاهل، أنا بتفاجأ من هالبعد عن سمعينها التمسحة، لو الكلمة قياسية التمساح هو الذي لا يشعر ولا بيحس بشيء. يا عمي في جزء كبير ما بيحس عفوا بهالحقيقة الواقعة، حقيقة هي ما فينا نطلع منها مهما كبرنا. برجع بعيدة من الحرام ثم الحرام ثم الحرام في مطلق سرد لأسماء بنعرفهم ونسأل من هم عظماء هذا العالم العربي إذا لم نأتي على سيرة الموسيقار فريد الأطرش. شكرا جزيلا، يعطيكم الألف عافية، إن شاء الله بيكون يوم أحد هادي ورايق ورائع لكم جميعا. شكرا جزيلا.